السلام عليكم حليل واتي، شنو اخباركم؟ كنتمنى تكونوا جميعا في احوال طيبه. ان شاء الله اليوم نقترح عليكم طريقه تحضير غريبه زمنيه اللي تنعملوا بالكوكو السميده، تجي معلكه وغزاله بزاف ومشقه. نحتاجوا الربعه او 250 غرام من الكوك محكوك، نحتاجوا 250 غرام من السكر سنيده، 3 ديال البيضات، 250 غرام من السميده الرقيقه، كاس لاروب ديال العنبه، 125 مليلتر ديال الزيت، نحتاجو 5 غرام من خميرة الحلويات و 15 غرام من مربى المشمش. بالنسبة لي عملت العسل الحر. طريقة بسيطة، يمكن سيدة في العجانة أو في القصعة على حسب ذوقها. بالنسبة لي عملتها هي في السلادية. غادي نضيفو المواد الجافة، نضيفو السميدة وسنيدة والكوك، نخلطو، نضيفو الزيت 125 مليلتر اي كاس العنبه، نزيدو نخلطو، تنضيف هذيك المعلقه ديال العسل الحر. بالنسبه للسيده اللي حبات تعمل الكونفيتور ديال المشمش تيعطي عليك غزاله بزاف، تنخلطو كل المكونات، تنضيفو البيض بالتدريج، وحنا كنخلطو كنشوفو الا كان البيض كبير او صغير على حسب ما كنضيفو، كنشوفوها الكميه اللي كتشرب. بالنسبه لهاد المكونات اللي عطيتكم كتحتاج 3 ديال البيضات. كنستمروا في الخلط مع اضافه البيض. تنخليوه بضع دقائق كتشرب، وتندوزو تنحضرو الخليط اللي غادي نعملو ليها في الوجه. اخر حاجه تنضيفو البنات هي الخميره الكيماويه، سواء في الكيك ولا في الكاتو، باش تعطي المفعول ديالها. ما نخلطوهاش في الاول مع المكونات. غنحتاجو سكر كلاصي سبيسيال والماء ديال الورد. هذا هو الشكل ديال العجينه من بعد ما تشربت لينا. بالنسبه للسكر فطريقته بسيطة جدا، وكذلك الخميرة الكيماوية بالنسبة للبنات اللي بغاو يحضروها في المنزل. فسبق وحضرتها معكم بثلاث مكونات. طريقة بسيطة يعني ديال اللي كنعملو دائما مع الغريبة. تنقبطو الكمية اللي بغينا، بالنسبة لي عملت 20 غرام، ثم تنغطسو لها الوجه ديالها في الماء الزهر، ثم في سكر كلاصي سبيسيال، وكنستمرو بهذه الطريقة. ثم تنعملوها في بلاصه كيكون مفرج بورق سيلفيغيزي، وتندخلوها الفرن، تنشعلو عليها من الفوق دون زام بروميي طون حتى كتبدا تتشقق، ومن بعد ذلك تنزلوها. وهذا هو الشكل ديالها. هو الشكل الثالث، كتجي محمره وغزاله جدا. كنتمنى تجربوها وتنال اعجابكم، والتعليكه ديالها تجي رائعه جدا، خصوصا اللي عملت لها مربى المشمش. كنتمنى تنال اعجابكم. وصفه اليوم اللي عندها اي سؤال اي استفسار تودعوا لي اسفل لا فيديو، ان شاء الله نجاوب عليه. كنشكركم حبتي للمتابعه.